خلينا نروح للقاء اجراه زميلنا محمد توفيق مع الاستاذ محمود الشامي، طبعا عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم السابق. خلينا نروح نشوف ونتابع اللقاء، وهنرجع بالتاكيد في كلام مهم جدا هنقوله مع الاستاذ محمد القصي ضيفنا النهارده في الاهلي ينتخب. برحب بيك تاني زميلي العزيز احمد سمير وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي وتغطيتنا لانتخابات النادي الاهلي 2021 2025، ومعانا يعني الحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري السابق لكره القدم ورئيس رابطه الانديه المحترفه ورئيس النادي بلدية محل وهبي، ده كله بقى عضو جمعيه العموميه النادي الاهلي طبعا. كنت حريص النهارده ان يكون موجود، يعني تعليقك على المشهد الرائع النهارده. حقيقه يوم جميل جدا جدا، يوم فيه راحه نفسيه وفيه سكينه وطمانينه، يعني انتخابات دايما في الانديه بتبقى فيها شويه توتر، جو جميل جدا، حتى القدامى الرياضيين قدامى اعضاء مجلس اداره السابقين، الناس كلها واقفه، اللي عدى عليه 8 سنين وما ملوش الانتماء والكيان هو الاساس، وده يعني بصراحه الرساله اللي هي المكسب الحقيقي هو الانتماء، انت منتمي لكيان كبير جدا، هو الكيان ده هو فوق كل اعتبار وفوق كل مجال، كلنا بننسى واحنا داخلين النادي الاهلي ان ده نادينا وده كياننا بندافع عنه وبنحافظ عليه، فحاجه جميله جدا جدا، بهني مجلس اداره وبقول ان ده يوم للشكر، يعني لان ده حقيقه احنا من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فانت لازم تشكر الناس على الدور اللي قدموه في فتره من اصعب الفترات وكملوا مسيره كويسه جدا، بنشكر كل اعضاء رؤساء مجالس اداره السابقين، مهندس محمود طاهر، يعني انا كنت الدوره اللي فاتت مع مهندس محمود طاهر، والمره دي جاي بايد كابتن الخطيب، وهي ديت الكيان، هو ده الاحترام والمتبادل اللي بين الناس بحب واحترام ورؤيه لمستقبل افضل وفروع افضل وتطوير وثبات للكيان النادي الاهلي. رأي حضرتك في التنظيم النهارده داخل النادي الاهلي، وحضرتك طبعا كنت رئيس نادي بلدية المحله، فشايف التنظيم النادي الاهلي واللي بيميزه عن اي حد؟ بص، اللي مميز النادي الاهلي هم اعضاء جمعيه النادي الاهلي، يعني حضرتك انا هقول لك بمنتهى الامان، الخيمه ده بالوضع ده لو في اي نادي ده تبقى مشكله كبيره جدا، لكن في حب وانتماء الناس جايه فيها سكينه، الناس مكسب النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي في اعضاء جمعيته العموميه اللي هم بيمثلوا الغالبيه العظمى، اللي هم الرموز الاساسيه في كل مفاصل الدوله، حاجه تشرف، هم دول اللي ايه؟ انتماء رهيب وحرص رهيب وخوف على الكيان غير طبيعي، هو ده التميز اللي عن اي حد، ممكن حضرتك تعمل النظام في الدنيا كلها، لكن ادواتك والناس اللي معاك والناس اللي بتشتغل معاك على الارض والناس حب والاخلاص وكان هو ده المكسب الوحيد هي اعضاء الجمعيه العموميه. شكرا يا فندم، بالتوفيق تماما. زميل العزيز احمد سمير، ده كان لقائنا مع الحاج محمود الشامي عضو جمعيه العموميه من النادي الاهلي ورئيس نادي بلديه المحله وعضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري السابق. زي ما انت شايف مشهد اكثر من رائع، يعني كل اعضاء الجمعيه العموميه بيقدموا النهارده مثال عظيم جدا يليق بعظمه وكيان واسم النادي الاهلي. الكلمه ليك.